أهلا بيكم في حلقة جديدة من تلحود. الحقيقة قبل ما أبدأ الحلقة لازم أتوجه بخالص الشكر لمولانا مصري ملحد، الله أكبر، ولقناة الآخر على الفيديو التاريخي اللي اتعمل على الشيخ حسين يعقوب واللي مولانا أطلق عليه لقب شيخ سوسن. يا أنت العروسة يا حلوة. يخلص الله اسمك. اسمك إيه يا أختي؟ أنا اسمي سوسن. اسم الله اسم الله يا سوسن. في الفيديو ده طبعا مولانا مصري ملحد عمل الواجب وزيادة، لكن انا عايز اقول رأيي المتواضع، يعني ان شهادة الشيخ حسين يعقوب قدام المحكمة بتفضح قد ايه الناس دول كدابين ومنافقين وجبنة، وقدام القانون اللي لو اتطبق صح واتطبق على الشيخ حسين يعقوب حياته ممكن تكون هي التمن. فوقت الجد قد ايه الناس دول ظهروا كمتربحين من الدين وانتهازيين وغير مؤمنين. وتأكد أخي المقتنع بهؤلاء الشيوخ إن الشيخ ده ما عندوش أي مانع يضحي بيك وبألف زيك وبالدين الإسلامي كله إذا تعرضت حياتك أو مستقبلك مع شهواته الدنيوية الواطية من أكل ونساء ورفاهية مادية. حلقة النهاردة بعنوان نقطة متوسطة بين التعاطف والشماتة. في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021 حصلت حادثة في مدينة في كندا. شاب كندي كان بيسوق عربية نقل دخل بيها في بيت ساكنينه ناس مسلمين من أصل باكستاني متعمدا، وقتل 4 أشخاص، راجل ومراته وبنته عندها 15 سنة وجدتها اللي هي عندها 74 سنة. ايه الدافع؟ انهم مسلمين. طبعا شيء مؤلم وقاسي ومحدش يقدر يشمت فيهم، وخصوصا انهم ما اذوش حد وما قتلوش حد وما مسكوش سلاح ضد حد. في الحلقة دي هنتناول الموضوع ده من 3 زوايا مختلفة، فابقوا معنا. النقطة الأولى اللي هنتكلم عليها نقطة الإسلاموفوبيا. يعني إيه إسلاموفوبيا؟ يعني لماذا لا تحترم ديني الذي يأمرني بقتلك واغتصاب زوجتك؟ يعني بنت الحرام عضت إيدي وأنا بخنقها، تقولش عدوتها؟ الولية وأنا بنخنقها عضتني في إيدي، تقولش عدوتها؟ يعني الذئب واخد الحمل تحت باطه وبيقول له انت ليه عندك ذئبوفوبيا. من الاخر كده، يعني لو انا اديتك ظهري في احتمال قد ايه ان انت تطعني في ظهري؟ اسمح لي اجاوبك على السؤال ده اخي المسلم الوسطي الكيوت. انا عندي اسلاموفوبيا لان الارهاب والقتل وسفك الدماء هو ما ورد بالنص وصدقه العمل. يعني ايه؟ يعني في نص وفي عمل بيؤكد ان النص ده مفعل. النص بيقول في القران قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده النص، صدقه العمل، حدث ولا حرج بقى. نظرة سريعة لأفعال داعش ولتفجيرات مترو الأنفاق اللي في باريس وفي الحفل الغنائي في لندن تغني عن 1000 مقال. فإذا كنت ناوي تدعي على كل من هو مختلف عنك على المنابر في خطبة الجمعة ومن وقت لآخر تؤكد هذا الدعاء بتفجير أو قتل هنا أو هناك، فما تلومنيش إن أنا عندي إسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا ليها مسوغاتها وليها مبرراتها، وما تقدرش تلوم أي حد إن يبقى عنده إسلاموفوبيا، لأن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم اللي بيستعمل نصوصه لقتل الأبرياء. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بعنوان إيه اللي وداهم هناك؟ المسلمين اللي عايشين في بلاد الغرب الكافر بتشير إليهم أصابع الاتهام. ليه؟ للصورة المشهورة المناطق في أوروبا مسيطرين عليها المسلمين بالكامل وبيعملوا مسيرات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في إنجلترا أو بلجيكا، وإن الديمقراطية حرام، وبيتجاهلوا إن لولا الديمقراطية ولولا العلمانية ما كانش واحد منهم جرؤ إنه حتى يسيب دقن. بس دول نرجع ونقول ناس متطرفين. الناس اللي بتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلجيكا وهي مش مطبقة في مصر، دي ناس متطرفة جدا يعني فكريا وسلوكيا. لكن أصابع الاتهام بتشير برضو للنوع التاني من المسلمين اللي عايشين في الغرب الكافر، اللي هم المسلمين المسالمين اللي ما بيتظاهروش وما بيقتلوش وعايشين في سلام. لكن برضو يظل السؤال قائما، إيه اللي قدهم هناك؟ روح اسأل أي شيخ في الأزهر أو واحد من الدعاة اللي بيطلعوا على الفضائيات، إيه حكم المسلم اللي بيعيش بين الكفار؟ هيقولك إن الرسول قال بوضوح
أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. كلام واضح وصريح. وإن علماء الإسلام حددوا نوعين من البلاد: بلاد الإسلام وبلاد الكفر، أو دار السلام ودار الحرب. يعني أنت كمسلم مطالب أن أنت تعيش في بلد من البلاد الإسلامية اللي أغلبية سكانها مسلمة، ودي اسمها بلاد الإسلام أو دار السلام لأن المفروض يعم بينكم كلكم السلام، وما تعيش في البلاد اللي الأغلبية فيها مش مسلمة لأن دي بلاد الكفر، وأنت مأمور أن أنت تحاربها لأنها دار الحرب. فسواء دول أو دول، سواء المسلمين المتطرفين أو المسلمين المسالمين، انت كده كده مذنب. وبرضو سواء دول او دول، لو كنت فضلت عايش في باكستان او بنجلاديش او في اي دولة عربية فقيرة، كان زمانك انت وولادك دلوقتي بتسفوا التراب. وقبل ما اسيب نقطة اللي ودهم هناك، عايز اتكلم عن مشهد الدعوة الاسلامية اللي بيحصل عادي جدا في شوارع الغرب الكافر. تلاقي اتنين مسلمين بتقول كده، شكلهم لزج ومقزز جدا، وحاطين ترابيزة عليها نسخ مترجمة من القرآن، قال يعني احنا فاهمينه بالعربي لما الالمان هيفهموه بالالماني، ويقعدوا يكلموك بقى عن ان الاسلام دين السلام والحب. وانا بصراحة مش قادر افهم موقف الحكومات الغربية من انها تسمح بحاجة زي كده انها تحصل. يعني انت ما بتتعلمش يا راجل، ده ما بيعديش شهر الا ونسمع عن تفجير او ذبح او طعن او دهس بعربية. فانا مش قادر افهم ايه موقف الحكومات الاوروبية في التعامل مع مثل هؤلاء المتطرفين، وليه يسمحوا بالامور انها تتفاقم لدرجة ان يحصل ارهاب حقيقي. لو الامور لم تتخطى الدعوة الى الدين، اوكي كل الناس بتدعي لأديانها، انما لما الامور توصل بقى لسفك الدماء وإهلاك الأرواح البشرية، أعتقد أن لازم يبقى في موقف. وبالمناسبة برضو تخيل أخي المشاهد الموقف العكسي، الموقف العكسي اللي هو إيه، مش هقولك بقى واحد هندوسي ولا سيخي، لا هقولك واحد قسيس في مصر، قسيس لابس جلابية سودة وحاطط على صدره صليب كده قد فردة الشبشب، وجايب ترابيزة وحاطط عليها نسخ من الكتاب المقدس، وقاعد يقولك تعالى بس تعالى، ده يسوع بيحبك. هو غالبا هيقول يا، وقبل ما يقول سوع هيكون اتسفلت زيه زي الشارع كده. وده أبلغ مثل على العنصرية والتعالي وعدم قبول الآخر في الإسلام. زي ما انت شايف نفسك أحسن دين، أحب أأكد لك إن كل دين شايف نفسه أحسن دين. طيب النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي عنوان الحلقة، نقطة متوسطة بين التعاطف والشماتة. لما حصلت حادثة العائلة الباكستانية دي، شخص مشهور ومحترم حط الخبر على صفحته على الفيسبوك، فكل الناس كتبت تعليقات من نوع الله يرحمهم ويدخلهم الجنة ومصمصة شفايف وكده. بس في شوية ناس لؤمة كده كتبوا تعليقات فيها شماتة برضو من نوعية ايه، ما هو المسلمين هم اللي بدأوا، ما هو الاسلام هو اصل الارهاب، وايه اللي ودهم هناك، التعليقات التي تنم عن لؤم دي. فالشخص المحترم صاحب البوست، شخصية يعني public figure، رد عليهم وقال ما معناه ان شماتتهم دي الناس اللي ماتت بتنزع عنهم كل صفة إنسانية وتنزل بهم إلى مرتبة أدنى من الحيوانات. وهو مش عارف أساسا يفهم إزاي في ناس زيكو موجودين على سطح الأرض اللي احنا عايشين عليها، لأن الشماتة في ناس زي دول دي حاجة عمره ما كان يتخيل إنها موجودة. أنا بصراحة وقفت عند النقطة دي وقعدت أفكر في الحكم اللي أصدره أخونا، وقعدت أسأل نفسي هل فعلا الشماتة بتنزل بيهم لمستوى أقل من الحيوانات؟ وبعد طول تفكير توصلت للآتي. أنا شخصيا تلحودي يعني، طبعا لا يمكن أشمت في قتل ناس أبرياء ولا أتمنى ليهم الأذية طالما ما حرضوش على قتل حد وما رفعوش سلاح في وش حد، والناس الغلابة دول اللي اتقتلوا طبعا من هذا النوع المسالم. وعلشان ما نعممش، في ناس مسلمين في منتهى الذوق والأخلاق والإنسانية واحترام الآخر واحترام البيئة واحترام حقوق الحيوان، فلا يمكن ان احنا نقول ان كل المسلمين ارهابيين. لكن انا هتكلم هنا على المسلم المتوسط. يعني ايه؟ يعني المسلم اللي بيمثل حوالي 90% من المسلمين مع اختلاف اعراقهم والوانهم ولغتهم، تمام؟ هذا المسلم المتوسط لا يمكن باي حال من الاحوال يتعاطف مع ناس يهود اتقتلوا في تفجير، حتى لو كان بينهم نساء او اطفال، او حتى
كانوا يهود معادين للصهيونية وبيدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني. عمر المسلم ده ما هيتعاطف مع الناس دول لو اتقتلوا في تفجير. المسلم المتوسط ده بيتعمل له غسيل مخ ممنهج على الأقل مرة كل أسبوع في خطبة الجمعة، والشيخ بيدعي على اليهود والنصارى والأمريكان والصليبيين والكفر أعداء الدين، كل أسبوع بيشحن بطاريات الكراهية وعدم تقبل الآخر. يطلع لي واحد يقول لي طب ما في أديان تانية بتحض على كراهية الآخر، اشمعنى يعني الإسلام اللي انت بركز معاه؟ وانا هرد عليه في نقطتين سريعتين. النقطة الأولى، لأن الإسلام هو الدين الوحيد في الزمن الحاضر اللي بيعمل عمليات قتل جماعي بيروح ضحيتها عشرات الأبرياء، وفي معظم الأحيان ما بيبقاش في أي تعاطف من الإخوة المسلمين المتوسطين مع الضحايا، ده إذا ما كانش في بعض من الشماتة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لأن في ناس كتير بيكرهوا المسلمين كرد فعل للي المسلمين عملوه فيهم في مرحلة ما من تاريخهم، زي مثلا اللي حصل من الغزاة الإسلاميين في الهند على مر عقود طويلة على يد أكتر من قائد، وأشهرهم واحد اسمه محمد الغزنوي. ملايين من الهنود اتذبحوا واتقتلوا واتأسروا. فحط نفسك مكان واحد هندوسي مولود في الهند وبيدرس تاريخ الهند، ويعرف ان المسلمين تحت راية الإسلام أذلوا وأسروا وأهانوا جده، وسابوا يعني أسروا جدته واغتصبوها وباعوها في أسواق النخاسة في بلد بعيدة، فهتلاقي ان الشخص ده معذور جدا جدا انه يكره المسلمين. الخلاصة، انا ضد الشماتة في الناس اللي ماتوا، ومش موافق على آراء الآخرين الشمتانين، لكن ما اقدرش اقول ان هم نزلوا المرتبة دون مرتبة الحيوانات. قصدي يعني ان انا بلتمس لهم بعض العذر. من منطق لو انا اديتك ظهري في احتمال كبير جدا ان انت تطعني، فما تلومنيش لو كرهتك. الاخوة المسلمين، بصوا في دينكم في نصوصه وفي وصاياه، واكتشفوا بانفسكم مدى الكراهية والتحريض اللي في هذه النصوص، وتخلصوا منها قبل أن يتخلص منكم العالم. يقول الجلدة، من رأى منكم تلحودا فليشجعه بتعليق، فإن لم يستطع فبلايك، وذلك أضعف الإلحاد. وصلاة وسلاما على الدكتور جورج نبي الجلدة وعلى آله وصحبه اللي هو احنا لمؤاخذة. وآخر دعوانا أن الحمد للجلدة رب العالمين. دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تعجبكم، ولو لينا عمر نتقابل في حلقة جديدة من تلحود. سلام.